على بعد كيلومترات قليلة من الحدود اللبنانية الفلسطينية ومن داخل المعتقل المحرر عام 2000 والمدمر عام 2006، اختارت الجمعية اللبنانية للأسرى والمحررين تنظيم وقفة تضامنية مع الأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال. أسرى سابقون في معتقل الخيام والسجون الإسرائيلية حضروا لإيصال رسالة دعم عابرة للحدود لأكثر من 1300 معتقل. الماء والملح عدة الضيافة هنا، فيما باتت عدة الصمود للأسرى الفلسطينيين. الشيخ عبد الكريم عبيد واحد من مئات الأسرى الذين تذوقوا ظلم الاحتلال داخل الأراضي المحتلة، وبعد أكثر من عقد على تحريره حضر للتضامن مع من يحلمون بالمصير نفسه. العدو لا يفهم إلا بلغة المقاومة، العدو لا يفهم إلا دائما وأبدا نعرف أنه ما خرج معتقل من الأسر إلا بالتبادل. أضف إلى ذلك بالطبع لابد من تحرك الشعب الفلسطيني في الداخل وفي الخارج والشعوب العربية، أما الحكومات فلا نعول عليها أبدا. إسرائيل تستغل الظروف يعني الغير سليم الموجود اليوم بالدول العربية، لا سيما بدول الطوق، لتمارس ممارسات لا إنسانية. من هنا بنوجه لهم تحية، بنقول لهم نحن حنكون معكم، حنكون إلى جانب صوتكم، إلى جانب معاناتكم. كما في الداخل كذلك خارج حدود الأراضي المحتلة، ثمة من خبر وحشية الاعتقال الإسرائيلي داخل الحدود اللبنانية وفي معتقل الخيام تحديدا. المعتقلان المحرران حسيب عبد المجيد وعفيف حمود لكل منهما حكاية عن معارك الإضراب عن الطعام. أيضا صار في إضراب كبير بمعتقل الخيام، إضراب عن الطعام، وأضربت صار في ترابط بين السجون، قمعوها هذا الإضراب بأنابل مسيلة للدموع وغازية بقلب المعتقلات. أنا واحد من الأشخاص طالع لبرا ومفجمين بهذاك الوقت. من الاتحاد قوة، من بعد هذا الإضراب صاروا يتجنبوا أحد مأضرب عن الطعام، لأنه بالمراحل هذه كان يمنع علينا كل شيء، وكنا من فترة لأخرى نضطر نقوم بإضرابات عن الطعام، أحيان دوم يوم يومين ثلاثة أيام حسب، في أحيان أكيد نحقق بعض التعديلات يعني مش إنه شيء، ولكن نحن كان أي تعديل يصير كان نعتبره إنجاز يعني مهما كان صغير. عام 2006 قرر العدو الإسرائيلي تدمير معتقل الخيام لمحو آثار جرائمه، فيما يحاول الأسرى الفلسطينيون اليوم فتحها من داخل أكثر من 22 معتقلا في فلسطين المحتلة. آدم شمس الدين، قناة الجديد.